بعدما انقشعت غيوم منخفض الهدير ترك وراءه لوحات فنية جميلة من صنع الخالق، تجسد ذلك بمياه جوفية وبحيرات كشفت عن تفاصيل تاريخية. التفاصيل مع الزميل يوسف عبد الباري. هنا في القدرة وعلى بعد أكثر من ساعة من مدينة دبي، تركت أمطار منخفض الهدير غديراً من المياه، شكل بحيرات وأخرج مياهاً جوفية من باطن الأرض، مما وضع المرأة في تساؤل، من أين أتت؟